السلام عليكم أحبابي متابعين الأكارم. اليوم بدي أحكي في موضوع مختلف تماما عن كل الموضوعات اللي أنا بنزلها. حدث معي موقف بالأمس كنت في مكتب اتصالات، فجأة جاء واحد جواله ملكد، يعني في محاولة تشغيله بدون علمه بكلمة السر أكثر من مرة، فالجوال لكد. فالمفروض أنه هيك يتم فرمتة الجهاز لإعادة البرمجة من أول وجديد أو من دور وجديد. فأنا راح أفرجيكم، لأنه تفاجأت أنه تكلفة فرمة الجهاز بتكلف 20 شيكل. فاليوم أنا هفرجيكم كيف تفرمتوا الجهاز وتوفروا لحالكم هالمبلغ. أول شيء شو بنعمل؟ بنطفي الجهاز. طلعوا علي هنا، هيا زر الباور، بنطفي الجهاز، تمام، إيقاف التشغيل. لاحظوا إيقاف التشغيل، هاي طفينا الجهاز، تمام. الحين لاحظوا ايش بدنا نعمل. هنا في باور، في المفتاح الفوليوم اب اند داون، بيعلي بوطي. هنا مفتاح الباور، هنا مفتاح الباور، هنا الهوم. الان عشان تدخلوا على النظام الداخلي للجهاز شو بتعملوا؟ بتضغطوا في ان واحد، الباور اب يعني اللي بيعلي مع الفوليوم اب مع الباور مع الهوم في ان واحد في نفس الوقت. لاحظوا معي شو بصير، ضغط في نفس الوقت، هي الجهاز بيفتح، هي الجهاز بيفتح. اصبروا لما اخش، ايوه هيك دخل على الشاشه، على البرمجه الداخليه للهاتف، تمام. راح تستغربوا، يمكن في منكم اول مره يشوفها، لكن انا راح افرجيكم. طبعا هنا في ريبوت سيستم، يعني خروج من النظام الان، ابلاي ابديت فروم اي دي بي، تطبيق تنزيل التحديثات، ابلاي ابديت فروم اكسترنال ستورج، يعني تنزل تحديثات من يو اس بي او من مكان تاني، ابلاي ابديت فروم كاش، اكثر من انواع التحديثات. طبعا عشان تختار ما بين هدول، احنا اللي بلزمنا اللي هي فاكتوري وايب داتا، فاكتوري وايب داتا فاكتوري، 1 2 3 4 الخيار الخامس. انزل لها كيف؟ بنزل لها بالايش؟ بالوايب داتا ريسيت. عشان اختار لازم تدوس اوكي، لو دوست اوكي بتبلش الفرمتة وبيرجع الجهاز جديد كانك شاريه الان. طبعا انا ما في داعي، لانه الجهاز كويس فيش في مشكله، بس حبيت افرجيكم عشان توفروا على انفسكم. لو عجبك الفيديو او عجبك الشرح او في استفسارات بتكتب ليها في التعليقات، انا راح انزلها على قناتي على اليوتيوب اللي هي القيصر قيصر. وايش في يا شباب محتاجين اي ايضاحات تانية، يا ريت تخبروني، افرجيكم كيف شو راح اعمل عشان اطلع من هالنظام، لان انا ما في داعي اني ايش افرمت الجهاز. هاي طلعت لفوق بالخيارات، ها باور ريبوت، هيو بعيد تشغيل الجهاز، لانه انا جهازي مش محتاج ريبوت، فما فيش داعي، لانه عليه ملفات وفايلات انا ما شغلتها. لاحظوا هي بلش الجهاز يشتغل تاني. تابعوني يا شباب، ويا ريت تعملوا فولو سبسكرايب لقناتي، واشكركم، مع تحياتي، وان شاء الله نلتقي بفيديو جديد.